طالبت الفنانة نهال عنبر الأحد 30 مايو 2021، وهي المسؤولة عن الملف الطبي في نقابة المهن التمثيلية، طالبت بالدعاء لابن الفنانة إيناس عز الدين لإجراء عملية جراحية خطيرة في المخ. ونشرت الصورة ديت لإيناس عز الدين مع ابنها، وكتبت حاليا ابنها بيعمل عملية خطيرة في المخ، اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقم أبدا. أيضا كانت الفنانة إيناس عز الدين نشرت عبر انستغرام صورة ابنها، وكتبت اللهم إني استودعتك ابني قطعة من قلبي، في كل مكان غابت عنه عيني عينك لم تغب، فاحفظه حفظا يليق بعظمتك وأنت خير الحافظين. وكانت في تصريح خاص للفجر قالت إن نجلها موجود في العناية المركزة وهيقعد فيها حوالي يوم، وقالت أصعب يوم شفته في حياتي، ابني كان عنده نزيف في المخ وهو دلوقتي في الرعاية، لازم يعدي 24 ساعة اللي جايين على خير، ربنا يشفيه ويقومه بالسلامة، ولن تتخيلوا المشاكل اللي هي عدت فيها. تعالوا نتعرف على بعض منها. شوف بقى حكاية خروج إزاز من جسمها دي. رغم مرور عامين على الحادث المؤلم الذي تعرضت له الفنانة المصرية إيناس عز الدين، والتي نجت بأعجوبة منه بعدما انقلبت سيارتها أكثر من مرة، إلا أنها فوجئت مؤخرا بألم شديد في ذراعها، وبعد خضوعها للفحوصات الطبية اكتشف الأطباء وجود قطع زجاج بذراعها، وهو زجاج السيارة التي انقلبت، ولم يكتشفه الأطباء منذ عامين. ظهور هذا الزجاج بشكل مفاجئ أجبر إيناس على الخضوع لعملية جراحية جديدة، وقام الأطباء بإزالته. وأكدت إيناس أن العملية تمت بنجاح، ووجهت الشكر لكل من حرص على الاتصال بها للاطمئنان عليها. وإليكم فيديو لها من حوالي سنة تكشف فيه حالتها. طمني جمهورك عليكي بقى. انا الحمد لله طبعا بعد الحادثه، احنا فات سنه بسرعه كده، بس طبعا هو اقل الخسائر اني دراعي بس لسه محتاجه علاج طبيعي شويه، فمؤجله بعض اعمالي والمسلسلات. اذكر ان ناس انسحبت من المسلسلات التي كانت متعاقده عليها بعد الحادث، وقررت التفرغ للعلاج حتى تتمكن من التحرك بشكل طبيعي. رد الفنانة إيناس عز الدين يوم الأربعاء أول أغسطس 2018 إلى حادث مروع أثناء قيادتها سيارتها على طريق وادي النطرون، مما أدى إلى تهشم سيارتها بالكامل ونقلها إلى العناية المركزة بمستشفى دار الفؤاد. دي الفنانة إيناس عز الدين، معروفة طبعا. ودي السيارة انقلبت كذا مرة، وصلت ل 18 مرة، وهي من بعد الانقلاب الثاني طلعت بره. ونشر المطرب الشعبي أحمد العيسوي زوج إيناس مجموعة صور للسيارة وعلق عليها قائلا، ده الفنان المطرب الشعبي أحمد العيسوي، ده حصلت مصيبة لأسرته وعائلته كمان، هنشوفها كمان شوية. دي الصور بتاعة انقلاب السيارة، العربية متبهدلة طبعا. دي الفنانة إيناس عز الدين، دي الصور اللي نشرها على الفيسبوك. الحمد لله إن هي طلعت منها يعني. صور مروعة. قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على كل حال. أرجو الدعاء لزوجتي الفنانة إيناس عز الدين بعد تعرضها لحادث بطريق وادي النطرون الساحل الشمالي. وده البوست اللي هو بعته مع الصور، فنان الشعبي أحمد العزم. قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على كل حال.
وبيطلب الدعاء لزوجته، كما طالب الفنان شريف باهر بالدعاء للفنانة إيناس عز الدين بعد تعرضها على حادث بسيارتها صباح الأربعاء أول أغسطس 2018. الفنان شريف باهر صديق الأسرة. وكتب باهر على صفحته على الفيسبوك: تمنياتي لأختي الغالية الفنانة الجميلة إيناس عز الدين بالشفاء العاجل بإذن الله. اتقلبت بيها العربية في طريق الساحل وهي دلوقتي بالعناية المركزة، ربنا يطمنا عليها وتقوم بالسلامة. ادعوا لها أرجوكم، ربنا يقومك بالسلامة يا أختي الغالية. كما حرصت الفنانة نهال عنبر على مرافقة الفنانة إيناس عز الدين في المستشفى إثر تعرضها لحادث سير خطير على طريق وادي النطرون الساحل الشمالي، مما تطلب نقلها للعناية المركزة بمستشفى دار الفؤاد. وكشفت نهال تفاصيل الحالة الصحية في تصريحات خاصة لمصراوي قائلة: إيناس تعرضت لحادث كبير جدا بسبب خلل ما حرس بسيارتها، أفقدها التحكم وأدى لانقلابها، والحمد لله نجت منه بفضل ربنا. وأوضحت: السيارة انقلبت على الطريق حوالي 18 مرة، وفضل ربنا وستره إيناس سقطت منها في تاني مرة أثناء الانقلاب بعدما انكسر الزجاج وسقطت على الطريق. وحرصت نهال على طمأنينة الجمهور على الفنانة الشابة، موضحة أنها خرجت من العناية المركزة بعد الاطمئنان عليها، موضحة أنها تعاني من جروح سطحية وكدمات إلى جانب شرخ بالكتف، وأشارت إلى أنها ستظل في المستشفى لعدة أيام للاطمئنان عليها بشكل تام، خاصة أن تلك الجروح تحتاج للرعاية الطبية. الجدير بالذكر أن في سبتمبر 2016 فقد الفنان المصري أحمد العيسوي شقيقه وخمسة آخرين من أفراد عائلته بحادث سير مروع. وساعتها توجهت الممثلة إيناس عز الدين بتقديم أحر التعازي لزوجها وسندته في مصابه الأليم، وأعادت إيناس نشر صور الضحايا التي كان قد نشرها زوجها عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك، وكتبت: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ربنا يصبرنا جميعا، قلبي عندك يا حبيبي. وده البوست اللي بعتته إيناس عز الدين على الفيسبوك، واللي كتبت فيه إن العزاء يوم السبت الموافق 10/9/2016، ودي صور من الضحايا: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ربنا يصبرنا جميعا، قلبي عندك يا حبيبي. وكان المطرب الشعبي أحمد العيسوي مالك قناة ميوزك شعبي قد فقد ستة من أفراد أسرته في حادث مروع على طريق العالمين وادي النطرون، نفس الطريق اللي حادث فيه سيارة إيناس أثناء عودتهم من الساحل الشمالي إثر تصادم سيارتهم بأحد أعمدة الإنارة. وكان الضحايا هم شقيق العيسوي وزوجته وابن عمه وزوجته وأطفالهم. وتم نقل الجسامين عبر سيارات الإسعاف لمستشفى العالمين المركزي باعتبارها الأقرب من منطقة الحادث. وعلى الفور توجه مالك قناة ميوزك شعبي مسرعا للمستشفى لتسلم جثث شقيقه منصور وزوجته وابن عمه وزوجته وأطفالهما، وإنهاء إجراءات تفنيم وتحديد ميعاد العزاء في منطقة العائلة. كانت مصيبة كبيرة للفنان أحمد العيسى، ستة من أفراد عائلته فقدوا في لحظة. وقد تلقى المطرب الشعبي أحمد العيسوي العزاء مساء السبت 10 سبتمبر 2016 في وفاة شقيقه وخمسة من أفراد أسرته. وحرصت الممثلة إيناس عز الدين زوجة أحمد العيسوي على معازرته والوقوف بجانبه في مصابه الأليم، كما حضر أيضا العزاء المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم ومصطفى كامل وعدد من المطربين والفنانين الشعبيين وغيرهم. أحمد العيسوي هو مذهول من اللي حصل طبعا، وشعبان عبد الرحيم في العزاء،